السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصة نقاش الساعة. أكد العيد دربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق بأن الدولة تعمل على بروره رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي من الخارج، بما في ذلك مدفع باب مرزوق الذي تم نهبه إبان الفترة الاستعمارية. وأوضح ربيقة بأن هذا المسعى يستحق بتجنيد كل الفاعلين في الحقل التاريخي والعلمي ودعوتهم إلى الانخراط في هذا المسعى وفق مقاربة قانونية. لمناقشة موضوع حلقة اليوم استضيف في بلاطو حصة نقاش الساعة الأستاذ الدكتور عامر الخيرة، مؤرخ ومختص في الحركة الوطنية وتاريخ أول نوفمبر. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. وكذلك إبراهيم نوني، محامي ومحلل سياسي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ عمر خيلة. مباشرة، في الأونة الأخيرة بدأت تتصاعد وتيرة مطالبة باسترجاع جميع تراث الجزائر المنهوب من طرف الاحتلال الفرنسي، ما هو رأيكم؟ شكرا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أنا عجبني جيدا قولك أن السيد وزير المجاهدين قال لابد من بلورة رؤية قانونية. رؤية قانونية، حق هذا الشيء اللي كنا نفتقروا له واللي مازلنا نفتقروا له، واللي جعلنا طرف مفاوض او طرف مطالب يفتقر احيانا لتاسيس مطالبه، بالرغم من انها مؤسسه تاريخيا واحنا المنطلقين من حقيقه معينه، وهو انه هذه حقوقنا، هذه حقائق تاريخيه، هذه ممارسات استعماريه، وبالتالي لما نطالب في هذا الملف او ذاك الملف الذاكره أنا أقول منطلق أننا أصحاب حق، ولكن صاحب الحق مطلوب منه كذلك أنه لا بد من أن يؤسس طلباته في المقام الأول البعد التاريخي، في المقام الثاني التأسيس القانوني. قال إذا كان فيه وقائع بينه وبين فرنسا ولا فيه ممارسات فرنسية، لا بد لنا من تكييفها وفقا للقانون والبحث عن الصيغ والآليات القانونية اللي تخلي مطالبنا تكون مؤسسة. وعليه بالنسبة للنهب اللي قامت به فرنسا، اليوم عادت الأحداث وعاد للطرح من جديد المشكل مدفع الشهير الذي استولت عليه الإدارة الاستعمارية واللي كان له شأن معها في القرن 17 ميلادي، يعني خلال الواقعة المشهورة والمعروفة نتاع أنه وضع قنصل الفرنسي في فوهة هذا المدفع العملاق وأرسل للبحر على مسافة أميال داخل البحر. لما تكون هذه الواقعة ولما يكون هذه النقطة، هناك نقاط أخرى كثيرة، لأنه فرنسا في إطار سياسة النهب المنظم الخيرات على البلاد لم يسمنا حتى الحجر، حتى الصخور ما سمتش منها، ناهيك عن الأطنان تاع الحلي تاع الذهب تاع الفضة تاع الحديد، المنتوجات المادية، يعني المنتوجات المصنوعات من مواد طبيعية، من مواد معدنية إلى غير ذلك. والتاريخ، أوراق التاريخ مليئة بالقول بأنه تمت فيه بواخر اللي رست في الموانئ الجزائرية، ونقلت لا سيما مدينة الجزائر، نقلت أطنان من الحلي، أطنان من المنتوجات المادية. هذا الشيء كله تم في إطار ما يسمى بالاستيطان، ولكن الاستيطان القائم على النهب، على السلب، على الاستحواذ، على كل، بل أنه وللأسف كثير من المنتجات الجزائرية الأصيلة فيما يخص الصناعات التقليدية نقلت إلى فرنسا من الجزائر وأعطيها لها الطابع الفرنسي، بل هناك ما أقدم على تسجيله في المؤسسات المعنية بتسجيل الآثار وتسجيل المنتوجات وتسجيل الحاجات الثمينة نسبت إلى فرنسا. وهنا قولوا بأنه الجزائر ما تعرضتش لاستعمار دولة فقط، بل استعمار مجموعات من الناهبين، من اللصوص، من الخارجين عن القانون،
من الذين كان لا يهمهم في موجودين في الجزائر الا سلب خيرات الجزائر. اكيد يعني استاذ نون ابراهيم، يعني مساله استرجاع التراث الجزائري تحتاج الى عمليه متكامله، كيف يتم ذلك؟ نعم استاذ فاروق، شكرا على اثارتكم هذا الموضوع، لانه كما قال الاستاذ الخيلة المواضيع التاريخيه خاصه مواضيع الذاكره بين الجزائر وفرنسا تعود يعني بقوه في الاونه الاخيره. أستاذ عمر الخيلة كان أشار إلى نقطة وهي التأسيس القانوني، أي ما ذهب إليه السيد وزير المجاهدين، أي بلورة رؤية قانونية. قبل أن نقول قبل بلورة الرؤية القانونية، يجب أن نكون عندنا معطيات، يجب إحصاء هذا التراث، ما هو تراث مادي، تراث نقدي، تراث إلى غير ذلك. مسألة الإحصاء ومسألة الإعداد إلى ما تم نهبه من الجزائر خلال الحقبة ما بين 1830 إلى غاية خروج فرنسا لسنة 1962، لأن عملية النهب كانت ممنهجة وتمت على مراحل، لأنه حقيقة بدخول المستعمر الفرنسي في 1930 يعني 1830 والمعاهدة الشهيرة معاهدة الدي حسين قبل الغزو، يعني من هنا جميع المؤرخين يعني يذهبون أنه في تلك الليلة، يعني ليلة توقيع المعاهدة مع الدي حسين، بدأت عملية النهب الممنهج، لأنه عملية النهب الجزائر كانت في الفترة الممتدة في القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر كانت من الدول المحترمة التي لها من التاريخ البحري، من التاريخ التجاري، كانت الجزائر جسرا تجاريا معروف، لأنه الخيرات التي كانت تتواجد في الجزائر يعني بالملايين. هناك من ذهب إلى القول أنه في تلك الليلة فقط، ليلة الدخول، تم الاستيلاء على خزينة الجزائر الموجودة بالقصبة والخزائن المالية كذلك، ما وجد في باب جديد كذلك من أموال، يعني القنصل البريطاني في كتابته المؤرخة يعني في مراسلته إلى 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 ملك بريطانيا يتكلم على 150 مليون فرنك آنذاك. هناك يعني كذلك القنصل الأمريكي تكلم على أكثر من 800 مليون فرنك فرنسي قديم، بمعنى أموال باهظة. البعض كذلك فيما يخص الذهب 92 قنطار من الذهب، 10080 قنطار من الفضة. قلنا أنه النهب يعني ثابت وصولا إلى ما هو متداول، والآن لما نتكلم عن النهب نتكلم على أساسا على مدفع باب مرزوق، الذي هو يعني يعد يعني صناعة بحرية جزائرية تاريخية من رموز البحرية الجزائرية، تم نهبه. الآن هو معروض في مدينة براس، في الواجهة البحرية لمدينة براس. يعني الجميع يعرف أنه هذا المدفع يعد من الممتلكات الجزائرية الخالصة، إضافة ليس هذا المدفع، نتكلم على مدفع باب مرزوق، لأنه معروف لأنه عنده يعني صبغة تاريخية يتعلق بالهوية الجزائرية، يعني هو مشهور من ناحية، لكن بالمقابل تمت سرقة، إضافة إلى هذا المدفع، سرقة 1500 مدفع صغير، وهذا كله تابع البحرية الجزائرية. الآن قلنا أنه ما ذهب إليه السيد وزير المجاهدين في بلورة رؤية وتأسيس قانوني من أجل الذهاب إلى المطالبة بصيغة، يعني الآن لما تكون عندنا المادة القانونية في المطالبة بهذه المادة، الجزائر راح تتأسس كمطالب كضحية، لأنه هذه سرقة تمت، وهذه سرقة ثابتة، وسرقة التراث يعني معروف أنها لا تسقط بالتقادم. الآن لما تكون عندنا المادة القانونية، الجزائر كاين نية يعني خاصة في من سنة 2020-2021 وصولا إلى 2023، النية موجودة، بدأت باسترجاع الجماجم، وسوف تذهب الجزائر إلى، إذا كان اقتضى الأمر، إلى المحاكم الدولية من أجل المطالبة بهذا المدفع.
استاذ دكتور خيله، يعني قال الاستاذ نوني انه نهب نهج يعني ثابت وممنهج، يعني راهو كما يقولوا نهب مدروس لخيرات الجزائر وثرواتها، امتد يعني طيله 130 سنه. يعني نقدروا نقولوا انه المستعمر الفرنسي يعني فرضه عبر قرارات واجراءات وقوانين. ما تعليقكم استاذ؟ تولينا نتفق مع على شيء، انا فضلا على الشيء اللي كان يقول فيه الزميل نوني، الصراع بيننا وبين فرنسا هو صراع تاريخي مطلوب منا الان بان نتسلحوا قانونا. لما نقول نتسلحوا قانونا لابد من اعاده قراءه وتشريح القوانين الفرنسيه والعوده للتحيين، بمعنى اننا نبدا في القوانين الفرنسيه من 1830 الى غايه اليوم. ماذا صدر من تشريع في فرنسا؟ بان نضربهم بسلاحهم. انت عندك قانون، انت السياده الفرنسيه وانت تقول بانه في الجزائر هذه كان جزء لا يتجزا من فرنسا، ها هو النص القانوني وش يقول؟ هاي الممارسات تاعك وش كانت؟ ثم ناتي القانون الدولي. القانون الدولي كذلك مهم جدا بالنسبه لنا، لانه الان رانا دوله سيده ورانا نصارع ونريد ان نرافع من اجل قضايانا الثنائيه مع فرنسا على مستوى منظمات اقليميه ودوليه. ولذلك لابد من الاهتمام بشيء هذا. وللاسف احنا اذا كان تاريخ كتاريخ طيله ازيد من قرابه 6 عقود، احنا بالنسبه لنا التاريخ كان ماده ثانويه والاهتمام السياسي بالتاريخ كان محدود. انا لا اتجنى على من سبق في الجزائر والقول بانه لا كان مهم، لا، لم يكن يحظى التاريخ بالعنايه الكافيه. الان والحمد لله رانا في مرحله عوده الوعي. عوده الوعي هذه تستوجب اننا نتسلح باسلحه معرفيه قانونيه ليكون وعينا هذا وعي ايجابي، وعي منتج. لانه الان لما نطرح هذه المسائل وممكن نضطر للمرافعه من اجلها على مستوى فرنسي ولا مؤسسات فرنسيه، وخاصه في ظل وجود لجنه وطنيه، لجنه مشتركه جزائريه فرنسيه، مهم جدا الجانب القانوني. لماذا؟ لان نخاطب طرف اخر يستند الى نصوص قانونيه. ولذلك بالنسبه لنا هو الشيء الايجابي انه الان نطرحين هذه الامور هذه. ولما نطرح قضايا من هذا القبيل وقلت نتسلح بأسلحة معرفية قانونية تاريخية، يمكننا القول بأننا قريبين من تحقيق الأهداف. لأنه للأسف الآن وكأنه بالنسبة لنا مادة التاريخ هذه ولا مادة الصراع الفرنسي الجزائري حول ملفات الذاكرة وكأنه مسألة رسمية فقط. لا، هي رسمية نعم في اطار العلاقات الثنائيه الجزائريه الفرنسيه، ولكن لابد من دعم قاعدي، لابد من دعم مجتمعي. كيف ذلك استاذ الخير؟ هكذا حصه للحديث في موضوعات محدده، في وقائع تاريخيه محدده، في مواقف قانونيه من النقاط المشتركه بينه وبين فرنسا، يعد بالنسبه لنا مساهمه ايجابيه، ولكن لازم تكون قضيه مجتمعيه. مجتمعية معناها مهمة الجامعة، مهمة الإعلام، مهمة المثقفين، مهمة الفنانين، مهمة كل مبدع في هذا. مهمة الآن بالنسبة لنا وإحنا نتكلم على المدفع الجزائري العملاق اللي حسب بعض التقديرات لا يوجد له مثيل في زمنه، في عصره ما كانش عنده مثيل. إيه، هذه مسألة تخص قوات الملاحة عندنا، تخص وزارة النقل عندنا، تخص وزارة البحرية وعندنا، تخصها كما تخص الطالب الجامعي، كما تخص المثقف، كما تخص رجل الإعلام، كما تخص السياسي إلى غير ذلك. والحمد لله احنا تاريخنا تاريخ شعبي، ماهوش التاريخ صنعه الشعب، ملاحم صنعها الشعب، ماهوش التاريخ فئة ولا شخص ولا قبيلة ولا مجموعة ولا جهة من الجهات تاع البلاد. هو تاريخ شعبي وطني فيه تضحيات وطنية، فيه ملايين الشهداء. بالمناسبة أنا فتح قوس لهنا، كاين بعض التقديرات تكلم على أنه من 1830 إلى 1962 ما لا يقل عن 12 مليون من ضحايا الاستعمار فيهم الشهداء. في
فيهم ضحايا تاع الأوبئة، فيهم ضحايا تاع القتل الجماعي، المجازر اللي ارتكبت في إطار استتباب الأمر بالنسبة للسلطات الاستعمارية الاستيطانية. كل ذلك بالنسبة لنا مثل خلفية تاريخية، مثل بالنسبة لنا قاعدة اللي نطرق منها لمقارعة هذا الطرف. والجانب القانوني مهم جدا في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه يقولوا بلي سلب الأموال، سلب الإمكانيات، سلب كذا. هل نستند نص قانوني دولي اليوم ولا نص قانوني في القرن 19 اللي يقولوا فيه بأنه هذا السلب راه مجرم دوليا ولا مجرم قانونيا على مستوى هذه المنطقة وعلى مستوى الدولة؟ ولذلك يقول بأنه فهمنا القوانين والتشريعات الفرنسية يمثل نسبة 50% من معالجتنا للقضايا المشتركة. أكيد أستاذ نوني، يعني ما هي أهم القرارات التي اتخذها المستعمرة التي مهدت لطريق يعني لسرقة تراث الجزائر؟ نعم، نرجع إلى الوراء إلى سنة 1830 وهي المعاهدة والمعاهدة الديحوسي من الذي مهدت لدخول فرنسا دون الاعتداء على الاعتداء الجسدي على والاعتداء على الإقليم الجزائري، يعني نقول الضمانات التي قدمتها فرنسا من أجل الدخول إلى الجزائر بعد توقيع المعاهدة. نقول أنه أول خطوة يعني كما ذكرنا سابقا هي سرقة المنقول. كل ما وجد يعني من أموال منقولة من يعني الأموال حتختلف إلى الذهب إلى الفضة تم سرقته وإفراغ الخزائن الجزائر. ومن بين الخزائن هي الخزائن الدولة هي خزينة القصبة، كذلك خزينة باب جديد. هذا كأول مرحلة. ثاني مرحلة يعني مباشرة اتجهت لفرنسا بسياسة نزع العقار والاعتداء على العقار المملوك للسكان الأصليين للجزائر، وذلك من أجل أولا تجريدهم من هويتهم، لأن الأصل كل شخص راح تنحيله يعني عقار راح تجرده من الهوية تاعه. أول قانون قامت به سنة 1843 وهو بداية يعني تجريد الأهالي وسرقة ممتلكاتهم بما سمي بقانون الأهالي 1843. الاعتداء على هذه الأراضي خاصة الأراضي الفلاحية الخصبة الموجودة في أولا بدأت بمحيط الجزائر يعني متيجة، وأعطت هذه الأراضي الفلاحية الخصبة إلى المستوطنين التي جاءوا منها من إسبان وإيطاليين. وهنا يعني ظهر مصطلح الخماس، لأنه أصبح أصحاب الأراضي الأصليين أي الجزائريين أصبحت ليس لهم يعني ملكية مباشرة وسلطة مباشرة على أراضيهم التي أصبحت بناء على يعني قيام يعني قانون الأهالي. قبل قانون الأهالي كان قانون يسمى بقامت فرنسا بي يعني الأوقاف، الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية وتحويلها إلى فرنسا. قلنا هذا القانون كانت بدأت به فرنسا يعني تحويل أوقاف وأملاك المسلمين يعني الجزائريين إلى وإلحاقها بالأملاك الفرنسية ومنحها إلى المستوطنين. يعني هنا بدأت يعني قلنا مصطلح الخماس، وين أصبحت الجزائري أصبح للجزائري ليس له الحق أن يعمل في هذه الأراضي، وأن ليس له أن تعود له إلا خمس يعني الأرباح يعني. وهذا تمهيدا إلى يعني القضاء على الجزائريين. ثانيا قلنا أنه قانون الأهالي، أين أصدرت قانون الأهالي وفصلهم بمعنى السكان الأصليين يعني يصبحون هؤلاء الأهالي التابعين، ليست لهم المواطنة الفرنسية. وكما تم في المرحلة الثانية تقييدهم من ناحية التنقل، أصبح تنقل الجزائريين أولا من أجل يعني تقييدهم يعني والضغط عليهم يخضع إلى رخص من السلطات الفرنسية. ومرحلة ثالثة لجأت
إصدار يعني ما يسمى بقانون كريبيو، وهو الذي يعني الاعتراف بيهود الجزائر واعتبارهم فرنسيين على حساب السكان الأصليين، بمعنى أن هذا القانون جاء كمرحلة ثالثة، وهو أنه يهود الجزائر منحت لهم الجنسية الفرنسية على حساب يعني جميع الحقوق كذلك منحت إلى اليهود. كل هذا يعني تم الاعتداء على حقوق الجزائريين، تجريدهم من أراضيهم، الضغط عليهم، هذا كمرحلة أولى. كمرحلة ثانية بدأت يعني مرحلة التقتيل والاعتداء على الجزائريين، يعني وشي معروف هي مرحلة يعني التجويع، يعني الشخص لما تنحيله ما كان يملك، تقيده فيما يخص العمل، تنحيله يعني مواطنته كمواطن أصلي، تجي تفضل عليه أناس يهود كانوا في الجزائر، أصحاب الأرض أصبحوا من المستوطنين، من قطاع الطرق الذين كانوا في إسبانيا وإيطاليا، تم المجيء بهم في سنوات 1870 إلى الجزائر ومنحهم يعني قطع أرضية من أحسن القطع على حساب الجزائريين الذين خضعوا إلى سياسة يعني القتل إلى التجويع. كل هذا يعني كان ممنهجا من أجل القضاء أولا على الهوية الجزائرية، ويعني الاستيلاء على ممتلكات الجزائريين الذين الآن يعني بعد مرور أكثر من 60 سنة، لما نرجع للوراء نشوف أنه ما نهب من الجزائر، نهب الثروات وثروات، لكن كما قال الأستاذ يعني أستاذ الخيلة، هذا الوعي بدأ يتبلور خاصة من سنة 2005، وين تم يعني إنشاء مؤسسة أوكلت لها في الجزائر محمد يعني رصد التراث الجزائري يعني الذي سرق أو الذي هو موجود. بدأت من 2005 بدأت المطالبة إلى يومنا هذا، يعني مع هذه البرورة لهذه الرؤية المستقبلية القانونية سوف ترتكز عليها الجزائر من أجل الذهاب بعيدا في معركة استرجاع واسترداد التراث الجزائري المنهوم، ليس في فرنسا فقط، لأنه هذا التراث الآن هو موجود في كل بلدان العالم. شفنا مؤخرا أنه الجزائر باشرت إجراءات من أجل استرداد يعني تراث جزائري كان معروض للبيع في لندن، يعني في مختلف المتاحف الجزائرية تباع قطع لمملوك التراث الجزائري. كذلك مؤخرا يعني في مزاد علني معروف أين تحركت السلطات الجزائرية من أجل يعني استرداد مخطوطات قديمة تعود إلى سنوات القرن الخامس عشر، والجزائر الحمد لله استطاعت باسترجاعها. لما نكون عندنا نية سياسية للحفاظ أولا على ما هو موجود والبناء والذهاب قدما إلى استرداد ما هو جزائري، شيء جميل. أستاذ عمر خيلة، هل نستطيع أن نصف ما قامت به فرنسا من نهب يعني وسرقة التراث التاريخي والثقافي هو لصوصية عسكرية، وإضافة إلى كذلك وهو كذلك يهدف القضاء على الهوية الجزائرية؟ لصوصية عسكرية وجريمة ضد ثقافة شعب، ضد تراث وإرث شعبي، وكذلك يعني تجريد شعب، بل ذهبت الإدارة الاستعمارية في المفاهيم نتاعها إلى درجة إلغاء صفة الأدمية على الإنسان الجزائري بالقول أنه عن أوبجي، يعني وكأنه شيء من الأشياء. وهذه الكلمة أوبجي قانونية معروفة وردت في سيناتوس كونسيلت 1865، يوصف الجزائري بأنه أنوبجي، يعني غرض من الأغراض، شيء يعني من كائن بشري عنده إسهاماته وعنده وجوده مع المجموعة الإنسانية، إلا أنه صار شيء. زميلي كان يتكلم على الخماسة فعلا بعد مجيء الاستعمار الفرنسي تعمقت، ولكن كانت موجودة في العهد العثماني، هي أصلا كانت موجودة في العهد العثماني، يعني صيغة من صيغ العمل والمشاركة في الإنتاج الجزائرية، ولكن تعمقت أكثر ورافقت مرحلة تفتيت الملكيات، لأن يعني الملكية اللي كانت شائعة في الجزائر هي الملكية تاع الجماعة، ملكية القرية ولا الدشرة ولا الدوار ولا العرش،
ولا العرش، ولا سيما العرش. جات فرنسا في إطار محاولة تفتيت هذه الملكية، لأن الملكية الجماعية هذه ما ترمزش غير أنه فيه ملكية جماعية، يعني صيغة من صيغ العمل، لا، لها كينونة اجتماعية ثقافية تعاونية، صيغة من صيغ الموجودة في المجتمع. ولا لما نتابع المراحل اللي تم بها الاستعمار، نخلصوا من البداية بأنه من 1834 تاريخ إقرار فرنسا لطبيعة وجودها في الجزائر بأنه وجود استيطاني، منذ ذلك التاريخ تم تشجيع أجناس أوروبية لتحل محل الجزائريين في محاولة استعمارية للتفوق العددي للجنس الأوروبي على الجنس الجزائري. لهذا نجد الآن بالنسبة للذاكرة الشعبية وخاصة الخمسينات والأربعينات جزائريين، لا سيما في اتجاه الشمال الجزائري وين كاين أراضي فلاحية وكذا، يقول لك الطالياني هذاك كنا نخدموا معاه، هذاك الإسباني، هذاك المالطي، هذاك الألماني، يعني يعرفوهم وكان فيهم اللي اندمجوا في المجتمع الجزائري. حتى وغادرت القوات الفرنسية وغادر المستوطنون الأوروبيون، فيهم العديد منهم اندمجوا في الجزائر وظلوا بمثابة جزائريين، بل هناك من اكتسب الجنسية الجزائرية. هذا معناها كيف؟ معناها أن الجزائر هذه تعرضت في مرحلة التكالب الاستعمارية، لأنه ما ميز مطلع القرن التاسع عشر هو التكالب الاستعماري الأوروبي على إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولذلك كان نصيب الجزائر من فرنسا، ولكن نصيب شاذ. كيف شاذ؟ أنه نشوف جيراننا في المغرب ولا في تونس ولا في مصر ولا في غيرها من الأقطار العربية تعرضوا للاستعمار، سواء الفرنسي ولا الإيطالي ولا الإنجليزي، ولكن ما كان استعمار استيطاني، كان استعمار في شكل حماية ولا وصاية بالمفاهيم هذه والقوالب هذه اللي وجدتها منظمة الأمم المتحدة لتبرير أحيانا لتبرير استعمار، يعني ما لأنه والفرنسيين إذا كان فيه الجنس العالم هذا يعرف الفرنسيين هم الجزائريون، لا يعرفوا لأنه خبروهم، لأنه عاشوا معهم، لأنه فهموا الذهنية تاع الفرنسيين. وفي مقابل هذا كذلك إذا كان فيه جنس أوروبي يعرف ردود الفعل تاع الإنسان الإفريقي ولا الإنسان العربي بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، هم الفرنسيين هم اللي يعرفوا الجزائريين أكثر من غيرهم. قلت لي القوانين، قلت لك تكلمنا على القضاء على الهوية الجزائرية، هذا سنتحدث عليه في الجزء الثاني من الحصة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حصة نقاشي الساعة. أرحب مجددا بضيفي الكريمان أستاذ عمر خيلة، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. وكذلك إبراهيم نوني، مرحبا. أهلا وسهلا. إذا أبدأ معك أستاذ عمر خيلة، توقفنا في نقطة يعني من هذا يعني السرقة الممنهجة للتراث التاريخي والثقافي للجزائر، هو كذلك يدخل في عملية القضاء على الهوية الوطنية أو حتى مسخها أو مسحها من الوجود. ايوه، لما نتكلم عن التراث المادي ولا نتكلموا على هذه الانواع منه اللي ذكرتها ونتكلموا عن الهويه الوطنيه، هو جزء من الهويه الوطنيه لانه ينتمي للهويه الوطنيه. والهويه الوطنيه فات مثلا احنا بالنسبه لنا كاين مقومات محدده، وهي الشخصيه الوطنيه الجزائريه
مرتبطة بمسألة العقيدة، مرتبطة بالتاريخ المشترك لهذا الشعب، مرتبطة باللغة كوعاء حضاري وثقافي، مرتبطة بتاريخ مشترك للشعب فيه تضحيات. لاحظنا بأن هذه العناصر وغيرها من الضمير الجمعي للمجتمع كانت محل تهديم وتضييق من القوات من السلطات الإدارية الاستعمارية في الجزائر. على صعيد اللغة اعتبرت اللغة الجزائرية كاللغة اللغة العربية في الجزائر كلغة أجنبية يعني، وتم تهميشها والتضييق عليها إلى درجة أنه هذا التضييق اللي تم على الصعيد الرسمي وجد مقاومة على الصعيد الشعبي من خلال الكتاتيب. الكتاتيب في كثير من الجزائريين في القرن 19 اللي حولوا بيوتهم إلى كتاتيب ووظفوا مشايخ يقوموا بعمل طالب كما يقولوا طالب معناه معلم القرآن ليقوم بتدريس الأطفال الحي ولا القرية ولا الدشرة ولا الدوار. مسألة أخرى كذلك ظلت هذه المسألة هكذا على الصعيد الرسمي اللغة العربية وليت الأمر توقف عن التضييق عليها، لا بالإساءة لها والتقليل من قيمتها وفصلها عن منابعها. منابع اللغة كأي لغة لازم المصادر تتغذى منها، لازم منابع لإثرائها. اللغة بات سائر المتغيرات الحاصلة في المجال الأدبي ولا في المجال العلمي ولا في المجال الثقافي في الاستعمال لا بد من أنها تكون على صلة وعلى رابطة مع أودية أخرى للغة. مسألة العقيدة الإسلامية أدركوا أن العقيدة الإسلامية في الجزائر هي الحصن المانيع للجزائريين فأرادوا تهديم هذا الحصن وسعوا كل سعي وفعلوا كل ما فعلوا. ولكن تأكد من حاجة بأنه عندنا شواهد في القرن 19 في القرن 20 ونتأكد بأن الجزائريين هذو العقيدة بالنسبة لهم كانت كيانهم، كانت هي وجودهم، كانت هي ذاتهم. ولذلك ضربات اللي تعرضوا لها كامل ظل الإنسان على عقيدته يمارس عقيدته حتى وإن كان ليس له دراية بالأصول الفقهية والأصول الدينية وحتى ما ممكن لا يحفظ القرآن. ولكن قضية كذلك العلاقات الثنائية بين الجزائري، العلاقات الثنائية بين الجزائري كانت مبنية على الإسلام، يعني مبنية على علاقات مبنية على الإسلام يعني التعامل الإسلامي. حاولوا كذلك إدخال أنماط وسلوكات في التعامل المعاملات البينية التجارية وكذا كانت قائمة كذلك على الحرام والحلال. ما هو حرام لا سيما وأنه فيه مواد دخلت مع الاستعمار، فيه ممارسات، فيه أنماط عيشية كذا. الجزائريون كانوا محصنون وتمكنوا من أنهم يواجهون ويقومون بمقاومة ذاتية لم تكن بسهلة لكنها كانت فعالة. أكيد أستاذ دوني إبراهيم، عمد الاستعمار الفرنسي منذ يعني وطأت قدمه الجزائر على ضرب وطمس الهوية الوطنية، يعني لماذا يعني خاصة ثوابت كما قال الدكتور عمر خيلة القرآن وحتى اللغة، يعني عملية ممنهجة يعني ضرب الهوية يعني والتي اصطدمت يعني بمقاومة يعني من طرف الشعب. نعم، لما دخل المستعمر الفرنسي للجزائر وجد أنه هناك يعني مجتمع يعني نقول مبني على العشيرة، مبني على عقلية العرش، مبني على مبادئ التعليم الإسلامي بقراءة يعني تاع المستعمر لهذا المجتمع، ولن من حيث تفكيكه يعني حاول أولا كما قلنا تجريده من أراضيه، ثانيا ضربه في ما يخص يعني مقومات الهوية الوطنية اللي هي اللغة الدين إلى غير ذلك. انتهى جاء أولا جاء بالمقررات فيما يخص المدرسة الجزائرية غيرها إلى المدرسة الفرنسية أولا، حرم مسألة التعليم على الجزائريين وأبناء الجزائريين الذين يعني كانوا يشتغلون أساسا في المزارع، حصر يعني التعليم على
أبناء الاستيطانيين والفرنسيين، كذلك عمد يعني من أجل في سياسة يعني الجهل، في سياسة يعني ضرب المعالم الدينية، لأنه شفنا أنه تم تخريب المساجد، لأنه المساجد يعد من مراجع الهوية الوطنية. تم التشديد كذلك فيما يخص العلماء، التاريخ يشهد لما مرت به جمعية علماء المسلمين يعني من حيث يعني محاولتها في التمسك بثوابت الشعب الجزائري، الهوية الجزائرية العربية المسلمة، كذلك سعى إلى يعني سياسة التنصير بدلا من الإسلام، وذلك أين يعني بدأت لا تدق في الجزائر ما يسمى بالكنائس. كذلك عمد إلى تغيير يعني أيام العطل الأسبوعية، كذلك تمهيدا إلى يعني تدمير الهوية الجزائرية. شفنا أنه يوم الجمعة كذلك أرجع أنه يوم عادي. كل هذه السياسة جاءت يعني محاولة من المستضم الفرنسي إلى طمس الهوية الجزائرية في ذهون فرنسا وفي ذهون الفرنسيين أنه الجزائر، لأنه هذه العملية جاءت تمهيدا إلى يقول لك أنه البقاء الأزلي لفرنسا في الجزائر، هيهات ثم هيهات. كذلك مسألة الاسم، لأنه الاسم من الحقوق الشخصية، عمدت فرنسا كذلك إلى، لأنه ما كان معروف سابقا مسألة الاسم الثلاثي للمواطنين الجزائريين محمد بن سعيد بن رابع، يعني أصدرت قانون الحالة المدنية الذي كنا تكلمنا فيه سابقا والذي أجحف الجزائريين، مس كذلك بشخصهم، لأنه تم يعني إلغاء العمل بما يسمى الاسم الثلاثي، وتم استحداث مسألة الألقاب، أين تم يعني إلحاق ألقاب مشينة بالجزائريين، هناك من يدفع ثمنها إلى يومنا هذا. كل هذا الأخ فاروق يعني كانت عملية ممنهجة مبنية يعني على الذغائن، لكن الجزائريين بتمسكهم بثوابت الهوية الوطنية، بتعاليم الدين الإسلامي، بلغتهم، استطاعوا يعني بعدها أن يؤسسوا إلى يعني جماعات وقفت ندا لند لهذا المستضمر، وانتهت بطرده في سنة 1962. دكتور عامر خيلة، حتى أن مؤرخين تحدثوا وتكلموا عن سرقة ألاف الأطنان من الحديد من منجم روينا والزكار بمدينتي عين دفلة وخميس مليانة لبناء برج إيفل، تعليق أستاذ. إيه، هذه حقيقة ثابتة تاريخيا، وهو أن فرنسا أقدمت على نهبه كل ما يمكن أن تقوم بنهبه، وبما أنه لم تكن هناك قاعدة مادية صناعية في الجزائر، فكان استيلاء على المواد الأولية يتم الاستيلاء عليها وتحويلها مباشرة لفرنسا. وبفضل هذه التحويلات تمكنت الصناعة الفرنسية في أنها تأخذ مجال معين، وظل رغم أنه طال الاستعمار الفرنسي من الجزائر، إلا أنه لم تفكر فرنسا في القيام في الجزائر بما يسمى بالصناعات الاستخراجية أو الصناعات التحويلية، تحويل مواد أولية إلى مصنوعات، إلى منتجات. وظل الاقتصاد تاعنا اقتصاد ضعيف، اقتصاد رعاوي، اقتصاد تجاري بالنسبة للمناطق اللي موجودة فيها الإدارة الاستعمارية، أو زراعي لما كانت تديره الأرض من خيرات، لا سيما في أراضي المتجة والشمال، وتحول هذه الخيرات إلى الأراضي الفرنسية ويتم استغلالها هناك، واستغلالها حتى في تحويلها إلى منتوجات أخرى. ولذلك بالنسبة لي كل من قرأ تاريخ الوجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر والممارسات تاعو والذهنيات اللي كانت تحكم فيه، ويقارنها
بما أنتج في الجزائر وما تركته 138 سنة من في الجزائر، يقول هل فعلا كالفرنسيين موجودين في الجزائر؟ لا قاعدة مادية، لا طرقات بمفهوم، لا مصانع ومعامل وكذا. ولذلك لا عجب أن نجد البطالة والبؤس وكذا انتشر في المجتمع. لو فرنسا أقدمت، وهذا هو اللي لما يقولوا غباء الاستعمار، لو فرنسا أقدمت في الجزائر على استثمار الخيرات الجزائرية اللي موجودة سواء مواد طبيعية ولا غيرها من المواد في الأراضي الجزائرية، وحاولت تدير عملية إنتاجية، وحاولت تبني قاعدة مادية للاقتصاد الجزائري، كانت فرنسا 1962 اللي خرجت منها فرنسا، ماشي جزائر. كانت جزائر 1962 اللي خرجت منها فرنسا ماشي جزائر البؤس. تنساش بلي في سنة 63 عندنا تعداد تاع السكان في حدود 9,500,000، من بينهم 4,800,000 يعيشون في حالة في حاجة إلى إجراءات عاجلة لإنقاذهم من الشيء اللي كان يعتد فيه. بطالة 90% في أوساط الجزائريين، للفقر المدقع، الدخل الأدنى، المدخول يعني المدخول الجزائري كان بسيط جدا جدا، لا يكفي حتى بأبسط الحاجيات له أو لأسرته. ولذلك الاستعمار حصد ما زرع التهميش للجزائريين، انتهى إلى سحقهم من الجزائر، يعني معادلة. انت زرعت التهميش وزرعت الفقر وزرعت الأوبئة وزرعت التجهيل وزرعت محاربة القيم تاع هذا المجتمع من لغته وكذا، محاربة الزوايا للدور اللي كانت تقوم به، محاربة كل فاعل وكل عامل وكل ناشط في ميدان مقومات الثقافة الوطنية. زرعت حاجة في النهاية وهو انه الرفض التام للاستعمار. اكيد يعني تفضل تفضل. الجزائريون رغم انهم قلت ادركوا في سنة 62 بانه وضع صعب، وكانت مراهنة بعض القوى الفرنسية بعودة الأسياد. لماذا؟ أن الجزائريين يكون عاجزين عن تسيير شؤون الدولة، ما نقول شؤون الاقتصاد ولا كذا، لأنه أصلا ما كان الاقتصاد، العجز التجاري كان، العجز كان في الميدان التجاري، في الميدان الصناعي، في الميدان الفلاحي، كانت كلها بلاد. ولا نسبة أنه حتى الثورة التحريرية جعلت عجلة الإنتاج الضعيفة اللي كانت موجودة وكأنها تتشل، لأنه لاحظوا باللي الجزائر 59 كانت تصدر منتوجات الفلاحية لأوروبا، ب 59-62 أصبحت بالنسبة لها مش قادرة حتى تكفي حاجيات السكان الأوروبية في الجزائر. أكيد يعني حتى أنه جرائم الاستعمار الفرنسي أستاذ نوني دكتور عامر خيرالة يعني لا تسقط بالتقادم، وكذلك أستاذ نوني يعني من جرائمه يعني أموال ومعادن ثمينة يعني ذات قيمة كبيرة منهوبة من الجزائر باتجاه فرنسا، هل هذه الجريمة تسقط بالتقادم أستاذ؟ أما أولا هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة مست يعني الشعب بأكمله، يعني فقرته، جهلته، أهنته، قاتلته، كل هذه الجرائم، يعني هذه الجرائم المعروفة أنها ارتكبت عبر عدة مراحل من الجرائم التي دونتها كذلك ودونها العالم، هي جرائم التفجيرات النووية، يعني بغض النظر عن جرائم الاستيلاء على الثروات والسرقة، جرائم التفجيرات النووية اللي راح الجزائريين ضحيتها، إن استعملت الصحراء الجزائرية كساحة تجارب وكساحة فداء من الجزائريين الذين يعيشون في الصحراء اليوم، يعانون من الإشعاعات، من الأمراض الخبيثة. كل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. إذا كان رجعنا إلى فيما يخص الجرائم سرقة الأموال وسرقة الذهب، أولا إذا كان تكلمنا على الحجم كبير وكبير جداً،
هناك من يذهب إلى القول إلى أنه المبالغ الذي تم سرقها فاقت 150 مليون فرنك في القرن، يعني 800 مليون فرنك أو مليار فرنك. نعم مليار فرنك آنذاك ما يعادله اليوم، الشيء الأكيد أنه ما تعيشه اليوم فرنسا من رخاء، من يعني فيما يخص المستوى المعيشي المستوى الاقتصادي، هو ما قامت بسرقته بالأمس، سرقات يعني طالت الذهب بالمعادن النفيسة، طالت كذلك الذهب سلام الرخي لقد أصاب قال حتى الحجر يعني لم يسلم، وهذا شيء شفناه أنه فرنسا يعني حتى شوارعها وطرقها يعني مصنوعة من الحجر الذي تم سرقته من المناجم الجزائرية. كذلك ثبت تاريخيا أنه برج إيفل يعني والقناطير من الحديد التي تمت يعني بناء بها برج إيفل تم نقلها عبر ميناء وهران، كل هذه السرقة فقرت الشعب الجزائري، تركت الجزائر يعني بطردها في سنة 1962 في حالة من الفقر، في حالة من 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 الظلم الاجتماعي، لأنه الجزائر كانت يعني عبر مراحل تعد القاعدة الخلفية لفرنسا، تعد معدة فرنسا، لأنه كانت خيرات الجزائر التي تنتج بأيادي جزائرية تنقل عبر البواخر مارسيليا إلى فرنسا. هذه السرقات يعني الشعب الجزائري يعني الشيء المؤكد أنه لن ينساها، وسوف يعني تظل عائقا فيما يسمى بملف الذاكرة، لأنه من أجل الذهاب بعيدا فيما يخص ملف الذاكرة يجب أن نجلس على طاولة يعني يتم فيها طرح يعني جميع ما فعلته فرنسا. أصوات في الفترة الأخيرة يعني تتعالى إلى الذهاب بعيدا، خاصة فيما يخص استرجاع هذا التراث، خاصة في الذهاب إلى المنابر الدولية قصد يعني مقاضاة فرنسا عن الجرائم التفجيرات النووية اللي يعاني منها الجزائريين اليوم. قلت كذلك أستاذ من بين يعني السرقات، كذلك سرقة يعني مدفع بابا مرزوق، وهو واحد من بين المدافع المسروقة التي وضعت في مدينة بريس، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ نعم، إذا تكلمنا عن الهوية الجزائرية، مدفع بابا مرزوق يعد من ركائز البحرية الجزائرية عبر الزمن، صنع في الجزائر في بداية القرن السادس عشر، كان له دور كبير في دك يعني كل من جاء غازيا للجزائر، يسمى بابا مرزوق، يسمى بالكونسولار، لأنه الواقعة معروفة، وهي أنه الدي حسين آنذاك تم يعني قذف يعني قنصل يعني وضعه في فوهة المدفع، وتم قذفه عنده خلفية، عنده يشكل عقدة أساسا بالنسبة للفرنسيين، لأنه تم رمي دبلوماسيين من خلاله وفي فوهته إلى البحر، تم تهريبه في فرنسا. الواقع المادية الآن أنه هذا المدفع موجود في مدينة بريست كتمثال، تم تهريبه من الجزائر. قلنا أنه ليس هذا المدفع شهر يعني بحجمه بسمعته البحرية، لأنه مرتبط بالبحرية الجزائرية، لكن فرنسا كذلك نهبت أكثر من 1500 مدفع صغير. هذا المدفع الآن تتعالى أصوات، لأنه مرتبط بتاريخ الجزائر، يجب الذهاب بعيدا في معركة يعني استرجاعه، لأنه هو يشكل تراث ثقافي بحري تاريخي للجزائر. دكتور عامر خيلة، مدفع باب مرزوق مربوط يعني برمزية كبيرة بالنسبة للجزائر، وحتى لا نستطيع فصل عن الهوية الوطنية. أكيد، لأنه الهوية الوطنية هي كل متكامل لا يمكن تجزئتها. فرنسا لما جت الجزائر ولما هزمت الجزائر، خلينا نقول لما انهزمت القوات الجزائرية أمام فرنسا، قوة جزائرية كانت قوة ضاربة في البحر الأبيض المتوسط، قوة ضاربة في البحر الأبيض المتوسط معناها كان أسلحة حربية، في مقدمة هذه الأسلحة الحربية هي المدافع والبواخر
اللي كان يستعملوها الجزائريين. تم الاستيلاء عليها، تم الاستيلاء عليها ونقلها كما تم نقل كل شيء متحرك في الجزائر وجامد الى الاراضي الفرنسيه. ولذلك اليوم تعود ليس الحاجه الايجابيه انه مساله المدفع كانت دائما حاضره من 62، حاضره في المناقشات الوطنيه، حاضره في، لماذا؟ لانه يرمز للفخر الجزائري. استاذ عمر هغيله، هل نستطيع ان نصنفها انه يدخل يعني في قضايا الذاكره؟ طبيعي، واذا كان ما يكونش مدفع هذا في قضايا الذاكره فما هي قضايا الذاكره؟ فما هي السؤال المطروح؟ نعم كاين وثيقه، في ماذا؟ كاين منتوج مادي، كاين مواد يعني تم نقلها تدخل ضمن الذاكره، لانه الذاكره فيها الجانب المعنوي، فيها الجانب المادي، فيها الجانب الوثائقي الى غير ذلك. احنا الحمد لله يعني ملف الذاكره راهو عندنا، ملف الذاكره فيه 23 ملف فرعي. هذه الملفات الفرعيه من ضمن الملفات الفرعيه لازم تكون هي ما استولت عليه الجزائر في فرنسا. والاستيلاء، لما نقولوا الاستيلاء هو كل شيء مادي تم الاستيلاء عليه ونقله الى الاراضي الفرنسيه، لا سيما وان هذا النقل تم في مرحله كانت فيها فرنسا كغيرها من البلدان الاوروبيه تعيش بتوهج الثوره الصناعيه. ولذلك المنتوج الصناعي يعني الدخول فرنسا لنادي الدول الصناعيه فضل فيه يرجع الماده الاوليه اللي داتها من الجزائر، من حديد، من زنك، من رصاص، من اموال الى غير ذلك. لولا هذه المواد الخام الاوليه اللي كانت تزود بها المصانع الفرنسيه كانت الصناعه الفرنسيه ما تصلش الى ما وصلت اليه. لماذا؟ لانه كان الاستيلاء عليها تم استيلاء مجانا وبدون مقابل في الوقت اللي كان دول اخرى، عندنا انجلترا، عندنا مثلا بلجيكا ذي دوله استعماريه، ولكن بلجيكا لم تصل الى التطور الصناعي اللي وصلت له فرنسا. لماذا؟ لانها لم تجد في البلدان التي وجدت فيها او وجدت فيه الخيرات اللي وجدتها فرنسا ونقلتها يعني وزودت بها عمليه التنميه الصناعيه في فرنسا. ولذلك كل ملفات بدون استثناء هي ملفات تدخل ضمن ملف ما يسمى ذاكره، كل ما يتصل بالعلاقات الجزائريه الفرنسيه من 1830 ل 1962 يدخل ضمن. بالنسبه للذاكره استاذ عمر خيل، لا ترى ان المؤرخين الاوائل يعني في الجزائر بذلوا مجهودات جباره من اجل الحفاظ على كتاب التاريخ الوطني؟ هنا تثير موضوع شيق. لماذا شيق؟ الحمد لله الجزائر هذه رغم حالة التهميش اللي كانت عليها والمنع والتضييق تاع الإدارة الاستعمارية، ومع ذلك كان هناك جزائريون لهم الحنكة ولهم الرؤية الوطنية ولهم الوعي بأن يكتبوا تاريخ الجزائر، فكتبوا تاريخ الجزائر القديم والحديث. ونأكد لك شيء، بأنه ما كتب عن الحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر أهم ما كتب وما كتب خلال سنوات الحركة الوطنية وثورة التحرير والعشريتين الأوليتين للاستقلال. لأنه الآن أنا لما نتصفح ببليوغرافيا ما كتب حول تاريخ الجزائر المعاصر والقديم نوجد باللي الشيء اللي كتب في فترة نتاع 1830 1954 ثم في 1962 لغاية 1980، وين وتيرة الإنتاج التاريخي والإنتاج المادي التاريخي بدأت. وين نجدوا الآن مجلدات عبد الرحمن الجلالي؟ وين نجدوا كتابات أحمد توفيق المدني؟ وين نجدوا كتابات الدكتور سعد الله دكتور بوعزيز في جامعة تايوان؟ يعني ما أنتج خلال مرحلة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي يمثل بالنسبة لنا الأرضية للمدرسة التاريخية الجزائرية. لماذا؟ لأنه كتب بعيدا عن تأثير المدرسة الكولونيالية الفرنسية. وما زال حتى اليوم رغم كل ما كتب ورغم ما زال حتى اليوم آثار المدرسة الفرنسية موجودة في بعض أدبياتنا التاريخية، في بعض إعادة إنتاجنا للمصطلحات الفرنسية. مازلنا نوصلوا مجازر خلال القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين في حق الشعب الجزائري، نوصلوا بالحوادث
وأبرزوا شيء على ذلك ومجاز المية 45 نزال حتى اليوم نتكلموا عليها في كتابنا المدرسي وقولوا حوادث 8 ماي قزموا الأحداث من مجازر إلى حوادث وقزموا الموقع من شملة أكثر من مدينة في الشرق في الغرب في الوسط الجزائري رجعوا في 3 مدن نعم كانت بشدة وبعنف كثير انقزموا كذلك عدد الشهداء لأنه بعض ما نقرأ الكتابات أنه كثير جمعية العلماء كانت قالت في سنة 45 بأنه عدد الضحايا 90,000 حركة الوطنية ممثلة في اليام تيالدي وممثلة حتى في حركة حباب بيل والحرية تكلم على 45,000 جزائري الحمد لله رسميا تم تثبيت هذا العدد اللي هو 45 مازلنا حتى اليوم نتكلموا في كلام يعني من ناحية تاريخية مصطلح تاريخي بالمناسبة مش مصطلح محايد كغير المصطلحات العلمية في أي علم له مضمونه له دلالته وله وعائه الحضاري الثقافي الاجتماعي لكم وجود أكيد أستاذ نون يعني باختصار فقط في دقيقتين الوقت انتهى بعض المؤرخين في الجزائر أبدوا رفضهم القاطع لفكرة اللجنة المشتركة لكتاب التاريخ كيف ولماذا؟ نعم يعني إذا كان قلنا كتاب التاريخ أو ملف الذاكرة ملف الذاكرة يعني عرف عدة يعني تعثرات لأنه مسألة الذاكرة هي من المسائل الشائكة والجزائر دائما تمسكت بمسألة اعتراف فرنسا بجرائمها فرنسا ظلت يعني عبر عدة حكومتها يعني تتلاعب من أجل يعني الاعتراف بمسألة جرائمها في الجزائر مع يعني حلول سنة 2020 يعني ملف الذاكرة عرف نوع من الانفراج باسترداد الجزائر لبعض جماجم الشهداء كذلك إنشاء لجنة مشتركة من مؤرخين يجمع الجانب الجزائري والجانب الفرنسي ومحاولة المضي قدما في هذا الملف وتفكيك الألغام لكن كما قلت الأستاذ فارو حقيقة أنه ما نقول لجنة مشتركة بمعنى أننا سوف نساوي الجلاد مع الضحية الضحية اللي هو الشعب الجزائري ما زال يعاني يعني الدماء التي زرعت في الجزائر والتي قتل فيها الجزائريين وارتكبت في حقهم أبشع المجازر ما زالت اليوم يعني طرية هذا الملف يعني إذا كان يعني شفنا أنه يجب نوع من الوقت لأنه مسألة الوقت هي التي تؤسس في مرحلة الذاكرة والشيء الذي أثبتته هذه اللجنة المشتركة أنها تعثرت ولم تستطيع يعني الذهاب بعيدا فيما يخص ملف هذا الذاكرة في الأخير أنه نقول أنه ملف الذاكرة إذا كانت هناك نية ولن يجب وجود نية سياسية من الجانبين النية الجزائرية موجودة لكن النية الفرنسية هي التي ليست موجودة بدليل أن فرنسا ما زالت تراوغ إلى حد الساعة في الاعتراف بما قامت به في الجزائر فرنسا التي يعني جرائمها موثقة بصفة مادية في الجزائر من خلال ليسوا كما قلت ليسوا فقط المؤرخين للجزائر الذين كتبوا عن الثورة الجزائرية عن الجرائم الفرنسية هناك مؤرخين يعني عاشوا الفترة هناك يعني كتب لمؤرخين أجانب لكن قلنا أنه ملف الذاكرة هو من الملفات الشائكة إذا كان حبينا نشوف انفراج يجب يعني الطرف الفرنسي أن تكون له نية سياسية وهذه النية السياسية أكيد. تبدأ أساسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر أكيد يعني تسجل الأمم ذاكرتها بالرموز دل على عظمتها بالتاريخ تراث تاريخي وثقافي للجزائر يعني المسروق يعني في الخارج يعني يمثل يعني يدخل حتى في هوية وذاكرة الذاكرة الوطنية كمدفع باب المرزوق وغيره يعني وهو ما تعتمد عليه الجزائر وتستأنس به في التغلب على مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل يعني باختصار فقط 30 ثانية أستاذ لا إضافة للشيء اللي كان يقول فيه الزميل فضل
اللجنه المشتركه همها مهمتها ليست هي كتاب التاريخ، مهمتها هي تذليل الصعوبات اللي مازالت موجوده في تعاطي الطرفين مع هذه المكونات هذا الملف هذا. واذا كانت مكنت هذه اللجنه من انجاز هذا الهدف وهو يتوقف على الاراده السياسيه للطرف الفرنسي بالتحديد، انه مطلوب منها تقدم، لانه العمل في النهايه هي تقدم مقترحات للسلطات الرسميه لتصدر هذه السلطات مواقف رسميه، قوانين قرارات رسميه تعالج هكذا ملفات، عندها يمكن الانتقال التاريخ. مساله التاريخ اللي سمحت، احنا ثورتنا ثوره عظيمه، ما كتب فيها من طرف الفرنسيين وغير الفرنسيين، الشيء اللي كتبنا احنا لا يمثل 10% ما كتبوه، والمعادله ليست يعني في صالحنا، انه احنا صنعنا تاريخ، صنعنا احداث، ولكن لم نكتب عليها الا بحدود 10% ما هو موجود في المكتبات العالميه وفي السوق. اكيد اشكر ضيفي الكريم في حصه نقاش الساعه دكتور عامر خيله، مؤرخ ومختص في الحركه الوطنيه وتاريخ اول نوفمبر، شكرا لك استاذ. البركه في الله فيك. وكذلك ابراهيم نوني محامي ومحلل سياسي، شكرا لك استاذ. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، تمت حلقة اليوم من حصة نقاش ساعة، نلقاكم في أعداد لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك دكتور عامر خيله. بارك الله فيك.